هو جايب لي الرسمه دي وجايب لي ان الفي زد الارك دون او القوس ده 96 ديجريز، والارك اللي هو واي دبليو دون القوس الصغير ده 24 ديجريز. وبيقول لي بيقول لي فايند ذا ميجر اوف انجل اللي بره ده اللي هي اسمها في اكس زد. احنا قلنا في اكس زد فيقصد بايه؟ بيها اكس اللي هي راس الزاويه بتبقى ايه؟ بتبقى في النص يقصد ده. طب عشان اجيبها زي ما اتفقنا ان انا اجمع دول واضرب في نص او اقسم على اثنين وخلاص. يعني كل ما عليك ان انت هتجمع 96 بلس 24 ويا تضرب في نص، يعني بعد ما تجمع تضرب في نص، يا اما اقسم على اثنين وراح دماغك تطلع اصلا. تمام؟ طبعا دول لو اتجمعوا يدينا 0 12 باي 2 يدينا 60 ديجريز، الانجل دي 60 ديجريز. ده المطلوب في المساله. يبقى هو بودي ميجر انجل. طبعا هيجيبها لي عليا تشوز او كومبليت يبقى ايكوال 60 ديجريز، اكتر 60 ديجريز. اسمعني معلش انا اسف، بنطرح القوسين مش بنجمعهم. لو احنا جوه الدايره بقى ايه نجمع القوسين، يبقى انا لو طرحت دول هتطلع كام؟ اهو هتطرح يبقى 2 7 ديفايدد 2 هتطلع 36 ديجريز. يبقى طالما الانجل بره السيركل يبقى بتعمل ماينس، لو الانجل جوه السيركل بتعمل ايه؟ وهيجي عليها واحده دلوقتي بتعمل بلس، بتعمل بلس، لو الانجل بره السيركل كده بتعمل ماينس. لو بصينا على المساله نمبر 2 دي نفس القصه، ولكن هنعمل التو اركس هنعملهم بلس، يعني احنا عندنا الارك ده وعايز انجل بي اي سي، انجل بي اي سي اللي هي الانجل دي، وبالتالي الانجل دي بتساوي دي برضه. فيرتيكال اوبست انجلز او المتقابلتان بالراس، بيسموهم متقابلتان بالراس. فانا لو عايز اجيب الانجل دي او الانجل دي بعمل ايه؟ بعمل 86 المره دي بقى بلس 60. انا لو جمعت دول هيديني 614 ديفايد 2 هيطلع 73. 73 يبقى الانجل دي 73، ودي زيها على فكره 73 او طرف. طيب افرض كان طلب الانجل دي او دي، هما الاثنين ايكوال بعض برضه، يعني هما الاثنين ايكوال بعض، ده كده ستريت لاين، ستريت لاين. فدي 73 المفروض الانجل دي كلها 180، كلها 180، فتشيلها من 180 تفضل لك 107 ديجريز. ده لو كان طلبها، اللي هي الانجل دي اللي هنقراها اي اي بي، يعني لو كان طلب ميجر انجل. هو ما طلبهاش، بس لو طلبها نبقى احنا برضه اوير بيها وعارفينها. ايكوال كام؟ 180 ماينس 73 ايكوال 107 وهكذا. لو جينا بصينا على المساله دي برضه، هو زي ما بدل ما الوترين جوه الدايره قاطعين الدايره، لا بقوا ممسين، يعني كان دخلناهم بره كده. فبنطبق على نفس القصه لما تجيب الزاويه دي، هو طالب انجل بي كيو ار، بس هو طالب الاول ايه؟ طالب مني دلوقتي دول قطعتين ممستان، يعني بي كيو ده بيساوي كيو ار على طول. لو انا عندي نقطه خارج الدايره كده ومنها قطعتين ممستان كده فبيبقوا متساويتين، يعني القطعه بي كيو هنلاقي ايكوال القطعه كيو ار او ار كيو كيو ايكوال بعض. فطالما دي تم يبقى دي برضه تم، يعني دي تم هنلاقي دي ايه؟ هو طالب كيو ار يبقى تم سنتيمتر. طيب الحاجه الثانيه هو طالب الزاويه، طب الزاويه المفروض ان يكون فيه تو اركس قصاد، طب فين التو اركس؟ ادي واحد اهو والتاني اللي هو الكبير ده. طب واحد يقول لك طب انا هجيب الكبير ده ازاي؟ بسيطه جدا، ما هي السيركل كلها 360، السيركل كلها 360. لما يكون ده لحد هنا 125 يبقى انا اقدر اجيب الكبير ده ازاي؟ هو عامل 360 ماينس 125 هيطلع كام؟ ادي معانا 5 وادي هتبقى 4 ماينس 22 وادي 3 ماينس 1 هيطلع 225. البراكت الكبير ده او القوس الكبير ده لو طلبوا مني بيسموه بي ار الاكبر، قوس بي ار الاكبر او الميجور ارك، لو طلبوا مني يبقى 225 ديجريز، بحيث ان هو يجمع مع الثاني 235 ديجريز. بحيث لما انت تجمع ده مع ده يعملوا كام؟ يعملوا 360. 360. طيب
احنا اتفقنا لو الزاويه بره بجيب انا ايه، بعمل ماينس، يعني هعمل ده ماينس ده، يعني هعمل عايز اجيب انا ميجر انجل بقى دي كيو ار، اقوم عامل 235، هعملها ماينس 125 وبعدين ديفايد 2، ما انساش ديفايد 2 دي مهمه جدا. فايه اللي هيطلع؟ دي هتطلع 0 1 1 ديفايد 2 هتطلع 55 ديجيتس، يبقى الزاويه اللي بره دي كام؟ 55 ديجيتس. يبقى كان ساعه كده المساله. المساله دي برضه نفس الفكره، هو طالب ميجر انجل 1 مدينا الارك ده 106 والارك ده ايه؟ او ممكن يبقى من غير حروف خالص يعني، يعني من غير اسماء الاركس، المهم ان ده 106 وده 80 والرسمه شرحه على سهل. طالما الانجل جوه السيركل يبقى انا هعمل ايه؟ 106 بلس 80 وبعدين ديفايدد 2. طبعا دي هتديني 186 ديفايدد 2 هتديني 93 ديجري، يبقى الانجل دي 93 ديجري، وبالتالي دي برضه هتبقى 93 ديجري، مع ان يظهر شكلها ان هي 90، يعني في ناس ايه؟ لما تشوفها يتوهم ان هي 90. لا هي مش 90، احسبها الاول وبعدين شوف ايه؟ يا ترى 93 هي يعني اوبتيوس انجل او منفرد. لو حبيت تجيب اللي جنبها زي ما اتفقنا، يعني عايز تجيب الزاويه اللي جنبها دي او دي، طبعا الاثنين دول بيساووا بعض. زي ما الاثنين دول بيساووا بعض. عايز تجيب مثلا الزاويه دي، مثلا نفرض ان اسمها لك انجل 2 مثلا، اهي ميجر انجل 2 دي اجيبها ازاي؟ اقوم عامل 180 ماينس 93، لان ده ستريت لاين. ستريت لاين. فاعمل 180 ماينس 93 هتطلع كام؟ ادي 7 ودي هتبقى 70، هتطلع 87 ديجريز. 87. وطبعا اي حسابات اعملها بالكالكليتور منعا من الخطا وعشان تضيع الوقت في الامتحان بس. هو جايب لي مساله زي دي برضه، بس المره دي بقى طالب ايه يا جماعه؟ طالب اللي مش يعني مش جايب بروف، مش جايب بروف. طالب مني ايه؟ ايه اللي هو الضلع ده؟ طالما طالب طلع هنطبق القاعده اللي بتاعت الاضلاع في داخل الدائره او الاوتار داخل الدائره. ازاي؟ هنعتبر احنا ان ايه؟ نحط احنا اسماء من عند دي، ودي ايه؟ ودي مثلا دي، ودي سي، ودي دي. خلي حروف الكابيتال. ونطبق بقى القاعده بتاعتنا زي ما انا قلت، اكتب الاي 4 مرات، يعني اي تايمز اي ايكوال اي تايمز اي. وتراح دماغك. النقطه اي اللي هم تقاطعوا فيها دي، تبقى لي 4 مرات. اي تايمز اي، اي تايمز اي. تاخد الاي بقى مره مع ايه؟ ومره مع سي. وتاخد الاي مره مع دي ومره مع دي. بس يعني معناها الجزء ده لما اضربه في الجزء ده يساوي الجزء ده في الجزء ده. طيب نعوض بقى كده الاي ايه بكام؟ الاي ايه بكام؟ 4 تايمز الاي سي كام؟ 12. الاي بي كان اسمه ايه؟ الاي بي اسمه 8. طيب انا عارف دلوقتي 4 تايمز 12 هيديني 48. ايه طيب الايه هيديني 88. طب لو انا عايز اتخلص من الايه اللي جنب الايه دي، ان هو طالب مني الايه؟ نوديها هنا بالديفايد، ديفايد 8. فهنلاقي الايه طلعت ايكوال 6. يبقى الايه دي 6. لو انت جيت رجعت فعلا اجابتك، لو انت ضربت الاربعه في 12 هتلاقي 48، ولو ضربت 8 في 6 هتلاقيها برضه في 48. دي برضه نفس القصه بس الوترين تقاطعوا خارج الدائره. هو المره دي مش طالب الزاويه، لو انا لو طالب الزاويه كنت هعمل القوس ده ناقص القوس ده وديفايد 2. لكن هو طالب هنا الاضلاع. فاحنا هنطبق نفس القصه. نشوفهم اهم حاجه هم تقاطعوا في ايه؟ تقاطعوا في ايه؟ نقطة ايه؟ ممكن كاتب لي الاي دي 4 مرات. اهو. اي تايمز اي ايكوال اي تايمز اي. طب هتاخد الاي بقى مره مع بي ومره مع سي. وترجع تاخد الاي مره مع اي ومره مع دي. عشان كده بقول اكتب الاي 4 مرات عشان ما تنساش، كلهم بديل بالاي. طيب لو انا جبت الاي بي هلاقيه ب4. طيب الاي سي خد بالك بقى من الحته دي جاش مهمه قوي. الاي سي يبقى طوله كام بقى؟ الاي سي طوله هو بيتكون من جزئين اكس و4. يبقى الاي سي طوله اكس بلس 4. لما يكون عندي القلم ده كده بيتكون من جزئين، الجزء ده اكس والجزء ده 4، يبقى القلم كله طوله اكس بلس 4، اكس بلس 4. طب هي دي الحته الفنيه في المساله يعني.
طب ايه اي بكام؟ ايه اي ب 6. ايه دي كله بكام؟ خد بالك ان ايه دي مش تقول لي 6 بقى تايمز 12 المساله اللي فاتت، لا ايه اي ب 6. طب ايه دي كله بكام؟ 6 و12 يديني 18. كويس، انا هضرب دول 6 تايمز 18 هيديني ادي 8 و01. ودي بقى ما انساش الفور هتخش تايمز ايه؟ دي فور مضروبه في براكت، يبقى الفور هتضرب مره في الاكس ومره في الفور. لما يكون نمبر بره براكت زي ما احنا عارفين بتضرب مره في الاكس ومره في الفور. طب 4 تايمز اكس هيديني 4 اكس، و4 تايمز 4 هيدينا 16. كويس، طيب انا عايز اجيب الاكس ايكويشن عاديه دلوقتي 16 حالي يبقى ماينس 16. طيب يبقى 4 اكس ايكوال 100 8 ماينس 16 8 ماينس 16 10 ماينس 1 9. طيب نيجي عندنا هنا الفور بقى عايز اخلص منها او اديها بالبروفايدر. الايكويشن عاديه جدا اكس ايكوال 92 ديفايد 4 9 ديفايد 4 فات 2 فرق 1 12 في 23. يبقى الاكس دي طلعت بكام؟ ب 23 سنتيمتر، 23 طبعا سنتيمتر او متر حسب الاطوال دي جايه. لو انت برضو جربت فعلا عايز تعمل تشيك لعيادتك الحته دي 4 وانت هتضربها في ده كله، ده كله هيبقى 27. طب وهنا الحته دي 6 هنا اي اي وده كله 18. لو انت ضربت فعلا ده في ده يديك 108، ولو ضربت فعلا ده في ده يديك 100. يبقى ناخد بالنا ان دي الميزانيه بتاعت لما عملوا انترسكشن انسايد ريسيرش الثانيه لما بيجوا انسايد بتضرب الارقام على طول، ده تايمز ده ايكوال ده تايمز ده، لكن دي لا ده بيبقى 6 يعني بيبقى ده تايمز ده كله 6 تايمز 18 كلها. تمام، الحاجات دي ان شاء الله اتفهمت يعني.